وعن حالة الطقس، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية. شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد. معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد. مائل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من محافظات ومدن الجمهورية وعدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.